مشاهدينا، وللوقوف على موقف السعودية من التهديدات الإيرانية المستمرة والمتصاعدة لأمن المنطقة، ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة المكرمة الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم وبجميع المشاهدين. حياكم الله. بعد التقارير الاستخباراتية الأمريكية التي حذرت فيها من هجمات إيرانية وشيكة بصواريخ ومسيرات ضد السعودية، هل ستؤثر تلك التهديدات على جولات الحوار التي تحاول السعودية تقريب المواقف بها مع نظام طهران؟ الحقيقة أن يعني إيران اتهمت السعودية أنها تمول قناة إيران إنترناشونال، اعتبرته غرفة حرب. طبعا كان الرد السعودي الرسمي أن القناة لا تتبع لها ولا تمولها، لكن إيران لأن نحن نعرف أن يعني الإنترنت مقطوع في إيران، ولكن هذه القناة تبث يعني تبث الحقائق ووضع الاحتجاجات والانتفاضات، لذلك إيران منزعجة. فلذلك هي يعني قناة تابع الحرس الثوري عبر تليجرام حاكت يعني وصول من الطائرات يظهر جاهزيته للقصف. طبعا المملكة الاستخبارات السعودية هي التي أعلنت عن هذا الهجوم المحتمل أو المتوقع، والولايات المتحدة اعتبرت أن الاستخبارات السعودية متفوقة وذات مصداقية، لذلك حركت وأطلقت طائراتها الحربية المتمركزة في الخليج وأصبحت في حالة تأخب كامل. بل أن الاستخبارات السعودية أمدت الولايات المتحدة بأن هناك أيضا احتمال هجمات من قبل إيران على أربيل، وأربيل يوجد فيها ثلاثة قاعدة عسكرية فيها 3000 جندي أمريكي، وسبقا اسقطت الولايات المتحده طائره مسيره. فالحقيقه يعني في ظني انا ان ايران تختبر حلفاء المملكه العربيه السعوديه. هذا التحرك الامريكي اثبت ان التحالف السعودي الامريكي تحالف استراتيجي، مهما كانت الخلافات خلافات اقتصاديه حول ملف النفط، ولكن التحالف الامن لا يزال باقي. ولذلك انا اعتقد يعني هذا الاختبار الذي اراد ايران جثة النفط اكتشفت ان التحالف السعودي الامريكي حالف استراتيجي. ولكن ماذا عن مواقف السعوديه بالتقريب من نظام طهران؟ الم يؤثر هذا على ترتيب السعوديه؟ يعني اخي الكريم، المملكه العربيه السعوديه يعني ربطت بفتح سفارات في البلدين اذا توقفت ايران عن دعم الميليشيات في المنطقه، سواء في اليمن او في العراق او في لبنان. وايران تود ان تفتح فتح السفارات على وقف دعم هذه الميليشيات، والمملكه العربيه السعوديه ترفض فتح اي سفاره قبل أن تتوقف إيران عن دعم الميليشيات، وبشكل خاص الحوثي وحزب الله والميليشيات العراق وأيضا والخروج من سوريا. بهذا الخصوص دكتور، هذا شرط المملكة. نعم، بهذا الخصوص دكتور، ألم تكتفي إيران بتخريب 4 دول عربية كما ذكرت لكي تسعى لتوسيع مخططاتها التخريبية وتشمل السعودية، أم أن الهدف بعيد المدى هو السعودية وهو الهدف الأساسي لها؟ صحيح، لكن الهدف البعيد هو المملكة العربية السعودية لا شك، ومحافظة المملكة العربية السعودية. والهدف الأساسي هو أن الحرمين الشريفين، وأن تشارك المملكة العربية السعودية في رعاية الحرمين الشريفين، هذا هدف أساسي. وطبعا المملكة العربية السعودية تعتبر أنه هذا هدف سيادي ولا يمكن التنازل عن هذا الهدف. لكن على المدى البعيد انا اعتقد يعني الان الوضع في داخل ايران، ايران قابله للتقسيم، ايران قابله للانهيار، والمملكه العربيه السعوديه لا تتدخل في شؤون الدول الداخليه نهائيا، لكن الشعب الايراني هو الذي يعني هذه عاشت ثوره يقوم بها الشعب الايراني،
وانا اعتقد البنى في الحرس الثوري وفي الجيش كلها متضجره من هذا النظام، لانه انخفض الناتج القومي بين فقط 2016 الان 56%، اصبح 190 يعني ثلث الاقتصاد الاماراتي. نعم. العمله الايرانيه انهارت، تضخم متضخم، البطاله مرتفعه، الفقر نسبه عاليه. وهذا نعم. ما جعل التظاهرات تخرج بشده بايران، ولكن الى اي مدى ترى ان النظام في طهران اليوم يحاول الهروب من ازماته الداخليه ويصدرها الى الخارج بهذه التهديدات؟ صحيح، يعني انا اعتقد هناك في عوامل، يعني حاولت الولايات المتحده انقاذ النظام الايراني بحكومه مواليه له في العراق، في يعني ترسيم الحدود ما بين لبنان واسرائيل هناك، ولكن كما ذكرت ان عاشت ثوره يقوم بها الشعب الايراني. انا اعتقد الشعب الايراني يعني خرج في 168 مدينه في ايران، يعني ثوره شامله لكل المدن بكل المناطق بكل الولايات. فأنا في ظني بدأ هناك طبعا يعني عزمة ما بين الحرس الثوري والجيش، هناك يعني أزمات في بنية النظام الآن حاليا. طيب دكتور، هنا أيضا التحول الأمريكي بعد هذه التحذيرات من الهجمات الإيرانية، إلى أي مدى يمكن ربطه بتعثر الملف النووي الإيراني؟ أنا في ظني يعني الملف النووي يعني افشلته المملكه العربيه السعوديه طبعا بالتعاون الاقليمي، واصبح الملف النووي يعني ميت، رغم انه بايدن لا يزال يطمح، واعتقد الانتخابات المصريه بعد الانتخابات المصريه سيتم تحديد الموقف يعني تماما، ولكن نحن نلاحظ انه كانت اوروبا كانت تراهن على الملف النووي، وهي التي كانت تضغط على الولايات المتحده من اجل الافراج عن الغاز الايراني، ولان ايران ثاني احتياطيات غاز بعد روسيا، والافراج عن النفط، ولكن فشلت اوروبا ولجات المملكه العربيه السعوديه بزياره المستشار الالماني وماركو. يعني انا اعتقد اصبح من يريد دفه الطاقه في العالم هي المملكه العربيه السعوديه وايضا مصر، والان هناك يعني بدائل للغاز الايراني موجود في شمال افريقيا وفي مناطق اخرى كثيره جدا. دكتور، فيما يخص التهديدات الايرانيه، هل يمكن ان تنظر السعوديه بارتياح لتطمينات طهران اليوم؟ حقيقه المملكه العربيه السعوديه لا تثق في الملالي نهائيا، انا في ظني انها هي تراهن الان على انهيار نظام الملالي. وهي لا زالت المملكه العربيه السعوديه مدت حينما اتى بايدن زار اسرائيل واتى المملكه العربيه السعوديه وطالب بايدن بتشكيل ناتو عربي اسرائيلي لضرب ايران، راسا المملكه العربيه السعوديه، المملكه العربيه السعوديه لا تود اي حرب مباشره في المنطقه. اوعدت للامارات وللكويت بارسال سفرائهم الى ايران. فهي تمد يديها للملالي، ولكن الملالي لا يزال لديهم امل في اللعب، ولكن ظني الان في الفتره الحاليه بعد الانهيارات في لبنان في العراق في سوريا، في يعني بدت عضلات المملكه العربيه السعوديه، قيادات الاسواق الطاقه روبرت بلاس، يعني استسلام، ليس استسلام الولايات المتحده، ولكن يعني الولايات المتحده يعني الان رضخت للمملكه العربيه السعوديه وقبلت خفض 2 مليون برميل. نعم. وفق السوق. طيب دكتور، هذا كله اعطى المملكه العربيه السعوديه. نعم. حضور وقوه. طيب هنا كيف تتوقع ان تتحرك المملكه اذا ما قررت ايران ان تذهب الى هذه الحماقه وتهاجم السعوديه فرضا؟ والله انا في ظني ان ايران يعني عاده هي لا تقوم بمثل هذه الحماقات الا عبر وكلائها. نعم. وانا اظن وكلائها الان في اليمن في العراق محجلين،
يعني لم تعد لديهم نفس الإمكانيات ونفس القوة السابقة بسبب الانهيار في داخل إيران. الآن إيران نفسها تستنجد بالميليشيات العراقية وحزب الله الموجود في لبنان وفي العراق. يعني الحقيقة إيران في أزمة شديدة جدا، فهي لا قد تلجأ، ولكن أنا أعتقد يعني جاهزية القوات الأمريكية والسعودية في المنطقة لن يسمح لأي هجمات مهما كانت هذه الهجمات أن تصل إلى أهدافها. من مكة المكرمة الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب، شكرا جزيلا لك.